السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين شاهدنا معلق بي اس بور، يعني وين اللي كان دار مباراة ما بين الجيش الملكي واتحاد العاصمة، وين يوضح بخصوص تأهل الاتحاد الجزائري في المغرب. اللي سهل علي انا سمعته من وما التعليق تاعو راه قال لك انا عندي مكانه خاصه يعني لكل الجماهير المغربيه والجماهير الجزائريه، يعني هو كان يشجع يعني ما فهمناش ولا شجع بصح شاتنا من مركا، يعني فريق فرح من مركا البنت الاول تاع الياسمه البنت الزوج تاع الياسمه، يعني فريق فرح نورمال ما عندناش حاجه وحده اخرى. هادي يوم شويه ولا سيبورتي، يعني ماشي سيبورتي، مباراه كانت قويه جماعه، مباراه كانت قويه، وال كيما نقولوا حنايا نادي الجيش الملكي يعني وين كان ضاغط، يعني ضغط المباراه يا والله لا ضغط، يعني اللي يتفرج بارتيها مليح هذوك الرياضيين ضغط 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 عليهم ضغط، بصح كانت قوه شخصيه اللاعبين تاع الياسما كانت قويه كذلك، ما تاثروش يعني وما كيما يقول لك ما تحملوش عبء المباراه يعني 100%، يعني وين عرفوا كيفاش يسيروا المباراه، يعني عرفوا كيفاش يسيروا المباراه. وشاهدنا الاهداف، يعني شاهدنا الهدف الثاني اللي جا يعني من كره مرتده، يعني تك شعال كاين وحده كاين باس من لا ديفونس لاتاكون ثالثه، يعني واحد زوج 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 هادو هما الكرات الخطيرة، زوج تمريرات هدف، واحد من لا ديفونس لاتاكون ها حبة الزوجة بد، هادو هما الكرات المرتدة الخطيرة هادي هي. وقلت لكم والله لا قدام البارتيا قلت له كان يعني غادي اللاعبين تاع الجيش الملكي غادي يدخلوا باش يرموا بكل ثقه لهم، وجاتهم فرصه كبيره مركاو في الدقيقه الثامنه، فرصه كبيره والله لا فرصه كبيره على بالك تخلط الحسابات على بالك يمركوا لك في الدقيقه الثامنه مزيان قال لي زاو تاوانا بالخط. وخلفت مباراه الاتحاد الجزائري والجيش الملكي المغربي ردود افعال، وهي المباراه التي كانت منقوله على بي ان سبور. وخرج المعلق المصري في قناة بي ان سبور علي محمد علي عن صمته بعد تعليقه على مباراة الجيش الملكي المغربي والاتحاد العاصمة في إطار ربع نهائي كأس يعني الكونفدرالية الإفريقية، ووصف مناصرو الاتحاد المعلق المصري بن منحز يعني، وهذا خلال تعليقه على المباراة. لا المهم نشوف في المستطيل الأخضر والجماهير يعني ما شاء الله باستا كيما يقول لك باستا والله لا باستا، يعني ما كاش كاين زعما مشاكل ولا الحمد لله يا ربي، هذه الدنيا وما فيها فماك الدنيا وما فيها، يعني اغلاق افواه يعني ابواق الفتنه. الناس اللي كانوا يقارعوا بلي يصرعوا مشاكل تاع كسرى وهذوك تاع تونس مشاكل اللي صراو في الملعب تاع رادس كسرى، يعني كونت تاع الجيش كونت الجزائر في ودي كرة صارينا اللي شاهد منا مؤامرة لقجع فلان موتي بي دب 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 عرفتو، مام الاتحادية ساكتة تاعنا كان والو خويا شو كيفاش. وين وصف مناصرو الاتحاد المعلق المصري بن منحاز، وهذه خلال تعليقه على المباراة والتي أجرت يعني أمس في العاصمة المغربية الرباط، وعرفت تأهل أبناء سوستارا للدور نصف النهائي للمسابقة. وقال علي محمد علي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: كل الحب والتقدير للشعبين بالجزائر والمغرب، وكل عندي بنفس المكانة من التقدير والاحترام. مرفق تغريدة بصورة يعني لعالمين الجزائري والمغربي، يعني نورمال ماشي قضية هذه هي خويا
هذه وين بعد ذلك وين تمكن الاتحاد الجزائري ضمان تأهل للنصف النهائي على أراضي المغربية بعد خسارة أمام الجيش الملكي بنتيجة 3-2، وكانت نتيجة المباراة الذهاب انتهت بفوز الاتحاد الجزائري بنتيجة 2-0. يعني وقيلا غادي حنا نتنقلوا نروحوا لهذيك تاع كوت ديفوار ونعاودوا نجيو، غادي كي نروحوا يعني غادي يكون ضغوطات نصف نهائي جماهير يكون الهوى. شي عندنا ميستيري هذيك التونسي يعني خسر 2-0 فهاديك، هنا داروا 0-0 وفي الكوت ديفوار خسروا 2-0، شي عندنا يعني داروا كاع ملخصات اليوم اليوم الصباح في القهوة شفتهم تفرجنا عليهم، يعني كان ضغط كبير. حنايا ذاك الضغط لازم نعرفوا كيفاش الياسمة لازم تعرف كيفاش تمشي يعني يعني المباراة تقسمها على واحد على الشوط الأول على 3 أجزاء، يعني 3 أشواط، الشوط الأول يديروا 3 أشواط، عندك ربع ساعة الأولى وجيري مع إذا جاتك فرصة تاع الأهداف راك مليح، عندك فرصة ثانية بدء يعني في إدخال الشك في المنافس، عندك من ربع ساعة من 15 دقيقة 30 دقيقة بدء إدخال الشك في المنافس، خطأ على خطأ طلع له دير له هجمة تب 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 تيرها الكارديات أكثر كورنان تجي. الشوط الثاني راك تعرف الشوط الثاني تما هو الأفضل، لازم تعرف كيفاش تمشي الشوط تاعك، هذه هي هذه نتمناوها إن شاء الله بربي أمور إن شاء الله، ويعرفوها اللاعبين توانا ويعرفوا هذه الأمور يعرفوا اللي نتمناو إن شاء الله تكون يعني يكون كل شيء يكون في على ما يرام، كل شيء يكون على ما يرام إن شاء الله يا ربي، هذه يعني نتمناوها حاجة مليحة يعني وين أمور هذه وراي تسير يعني نقولوا بلي أمور هذه لا تسير يعني في صالح الاتحاد العاصمة لكرة القدم، وين غادي كي تروح فما قاعد دير ماتش 0-0 صعيبة، ماشي صعيبة كي دير 0-0 هنايا، المهم تجيب نتيجة إيجابية، ماتش 0-0 1-1 يعني 2-2 تجيب تربح يعني حتى الخسارة 1-0 وتعطيك تنيغوسي بها، بصح 2-0 ماشي مليحة يعني صعيبة. صعيبة ماشي سهلة، على اللي نقول لكم نتمناو إن شاء الله بربي يعني كيما شوف كيما ربحت هنايا 2-0 روحت الغادي جيريت عرفتو جيريت البارتية هذه هي خويا إن شاء الله يا ربي معاك، يقول لك كلش إن شاء الله يكون في صالحنا. يا ودي هذا يونس علي مسكين راه خويا اش غادي نقول لك، الله غالب يا ودي صعيبة صعيبة ماشي سهلة خويا. شوبير لونس وتولوز نسعى يلبو يلبو غدوة إن شاء الله يلبو على الثمانية، شوبير غادي يتفرج ما نتفرج إن شاء الله نتفرج في خاوتنا، عندنا فارس وعندنا أبو خالد المغربي، عندنا تما جزائري مغربي نفرجوهم ان شاء الله بربي مكاش مشكل كاع على ما نفرجوش، احنا نبغوا كرة قدم ان شاء الله يا ربي نفرجوهم على ما نفرجوش، لكن لا ما نقولوش طفرها في روحو، ما نقولوش طفرها في روحو. نقولوش طفرها في روحو لكن مسكين والله لا ما كاش لي يوقف معاه، هذه الأمم الإتحادية الجزائرية توقف معاه لازم يوقفوا، ماشي سهل الله كلش يجي في وقته ان شاء الله بربي، نتمنى غير الخير ونتمنى الخير كلش يجي في وقته ان شاء الله هذه
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي.